صباحكم الله بالخير يا شباب. صباح الخير. سوينا اليوم التشيك اوت من الفندق رمادة هوتيل. ضبطنا الاغراض وكل شيء. حاليا راح نواصل طريقنا باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. الحين راح نطلع نواصل طريقنا، ولكن في معلم خلنا نمر عليه قبل لا نكمل طريقنا، يعني يبعد عنا 10 دقائق. نمر هذا المعلم يلا حجي. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت راح نمر هذا المعلم، نطلع عليه ونتمشى ونشوفه. يعني ما ادري ايش كثر يبي وقت، لكن عموما من هذا المكان راح نطلع، بس ضروري نمر عليه ونشوفه. ومره واحده شباب عشان تاكلون، ما تريكتوا تاكلون فيه، كل شيء تمام من هالمكان ونطلع. يعني تاكلون تستعدون حق الرحيل. في احد عنده ملاحظة شيء؟ ايش رايكم بالمنطقة؟ حلوة حلوة. اي ونيسة باردة، بس كانت استبردنا امس، وصلت درجة حرارة 12، اليوم 28 الحين بالنهار، طبعا راح تنخفض بالليل الى 18 و16. المنطقة هذه باردة شهر 9 ليلا، نهارا ممتاز. هذا هو الموقع، ها بيت سندريلا شايفينه الازرق اللي هناك. يلا خيو يلا نريد ندخل. هذه حديقة وفيها اشياء هني شكل. نزلنا في هذه الحديقة، نمشي طويل. شوف هاي البيوت اللي رحنا لها امس بالليل، اللي كان برد ما قعدتوا. زين هاي صورتها. لا مو شعبان. في ممشى يمين وفي ممشى يسار، مدخل الحديقة بالنص. ها ايش تبون يا شباب؟ ايس كريم. شعر بنات وايس كريم. شنو ودك تاكل حسين؟ ذره وايس كريم ومصاص كريم. زين وشعر بنات؟ شعر بنات لا. لا؟ اه جوان. شعر بنات ذره ايس كريم. كفو والله. وين؟ ايش اسوي؟ سندريلا عم ناطلع. شوف حسين هاي القطوه داخل نايمه. شوف شوف هذا بيتها، شو اسمها هي؟ بيسي. هاي مداخل موجودة بالفيلم هي. بالعافية عليهم الأولاد، قعدوا هني. آيس كريم، شاي، بطاط، ذرة، كل شيء متوفر. والقعدة جميلة والجو ولا أروع في المكان. دخلنا داخل الحديقة، نبي نروح نشوف معلم من المعالم المعروفة في أسكا شهير. دائما الصورة هذه إذا طقيت على منطقة أسكا شهير راح نشوف الصورة هذه والمعالم هذه اللي الحين احنا رايحين لها.
الحديقة جميلة جدا للتنزه والتمشي في هذه الأجواء الرائقة والهواء العليل، مكان جميل للمشي. هذه سفينة القراصنة أشوفها. يلا محمد يلا دش شوف القرصان موجود داخل. شوف يلا بندخل السفينة. هذه التذاكر الساعة ما إيش مكتوب، المهم إنه هو الحين مغلق الساعة 15 يعني يمكن قصده يفتح الساعة 3 أو مغلق ما أدري. يلا كمل يفتح الساعة 9 المهم مسكر كمل. يعني سفينة تتجول داخلها موجودة في المكان. وسط هذه الحديقة توجد هناك بحيرة كبيرة فيها شوية بط، في هناك مطاعم. شوف هذا مطعم، هناك بيت. هذا مطعم آخر هنا. يلا تعال وكل. نحن الآن باتجاه هذه القلعة، أحد رموز أزكى شهير لهذا المكان الجميل والأجواء الجميلة، ويطلع منظر هذا المكان راقي بالآخر. هاي داخل القلعة محلات. شباب وين نروح الحين؟ دلونا بيت اندرلا كذي صاير. تعال جوان شوفي عربات اندرلا. والله هذا بيت سندريلا بعد منس، هذا غوريها كان خلاص فهمت. تعال خلنا نصعد فوق. مو بالضبط هي سندريلا خلاص طلعت من هنا. صعدنا الحين هي هو بيتها، هذا بيتها قبل طلعت الحين خلاص راح سكنت في اسطنبول. المكان عبارة عن حديقة عامة وتتجول فيها وتتمشى، مطاعم، قعدات، الهواء عليل في الحدائق، في بحيرة. يعني المكان تتمشى فيه وتمتع بالمشي في هذه الأجواء صراحة شيء جميل. يعني أنك تيه هالمنطقة يفضل أنك تمشي هنا في هذه الأجواء، شيء جميل ما أقدر أوصف لك يا أنت قاعد تشاهد بعينك. والحديقة ممكن تقعد فيها وتريح والأطفال يلعبون ويتجولون ويشوفون بيت سندريلا، مكان
تمتاز في أسكا شهير بالذات، يعني هي اللي تمتاز في هذه الشغلة عن باقي المدن. كل مدينة في تركيا لها طابعها الخاص، وهذا طابع أسكا شهير. خلصنا جولتنا في هذه الحديقة وهذا المشي الرياضي استعدادا للسفر داخل في الدور العلوي، في هناك كافتيريا. هذه كافتيريا. يلا يا شباب خلصت، يلا 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 لا سلم يلا. كل مكان برا في قعدات بالحديقة، وهذا نادي رياضي. يلا يا شباب يلا يلا. حسين فين؟ يلا يلا ورانا مشوار، طريق طريق، هيا بس خلاص كافي الوقت اللي قعدتوهني. يلا نبي نمشي قبل يصير الليل، ورانا طريق. يلا شباب. حسين محمد شايكم بالمكان؟ حلو حلو. بيت سندريلا زين؟ ها زين. وين سندريلا؟ ما شفناها. الاكل احنا من البيت. ذا حوار. ايه ماكل سويتات ودندرمة واكيد احلى. ما لقيت سندريلا؟ هذا احسن. شو سندريلا تخش؟ اذا لقيت لي سندريلا قول لي، مو حكم حقي انا. هذه سفينة القرصان بطلت، افتحوا الباب. تروحون سفينة القرصان؟ يلا. دخلت الأولاد سفينة القراصنة، راح يشوفون السفينة من الداخل. سعر التذكرة للكبار 3.5 ليرة، للصغار 2.5 ليرة. بيت سندريلا سعر التذكرة للكبار 6 ليرة وللصغار 4 ليرة، يعني أسعار رمزية بسيطة للدخول. شوف مع أن الليل بارد جدا، بس إذا وقفت تحت الشمس في شوية حرارة، فتقعد بالظل وشغل عدل. أنا قعدت هنا أنتظر العيال على ما يخلصون من السفينة، وإن شاء الله من هذا المكان راح نركب السيارة ونواصل طريقنا إن شاء الله، نكمل رحلتنا، رحلة العودة إلى اسطنبول. احنا الحين قربنا إن شاء الله على اسطنبول. راح نطلع من هني، راح أخذ طريق، المفروض إني أخذ طريق بورصة، بس راح أطلع باتجاه صبنجة، ما راح أطلع باتجاه بورصة، راح أخذ الطريق الخلفي الشرقي باتجاه صبنجة، لان احنا بورصة اصلا في رحلة زمن الكورونا دشينا عليها، فخندش هالمرة بالعودة ندش من صبنجة. حسين شنو عنده القرصان؟ عنده مكاو. مكاو؟ انا حسين. اوه حمود صدق نسيت انا، شنو عنده مكاو؟ اي كاسكو قصدك. اي كاسكو. صح، وطبعا ريلة لازم مقطوعة بعد. Good evening ladies and gentlemen، نرحب بكم على متن طائرتنا بايلوت المتجهة بإذن الله تعالى إلى صبنجة. الساعة الآن تشير إلى 3:00 ظهرا، ودرجة الحرارة تشير إلى 28 درجة سيليسية. سوف نحلق على ارتفاع 1 متر من سطح الأرض، وسنسير بسرعة 120 كيلومتر في الساعة. مدة الرحلة سوف تستغرق 2 ساعة. الوصول المتوقع إلى مدينة صبنجة في تمام الساعة 17:00. إلى ذلك الحين أتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا.
ثانك يو.